والآن الأخبار باللغة التكالية. نهضوا شي وحدين ما تفهموش مع شي وحدين، نهقوا مدورينها بيناتهم نوضوها. ني نهضت بيناتهم ما عرفوش اش يديروا. نهضوا دوك شي وحدين اللي في الأول ضربوا مع الأولين، نهضوا قالوا علاش نتوما يا حقرتونا. نهضوا الأولين التانيين اللي مع التالتين ضربوا بيناتهم ونوضوها صباط بيناتهم في الآخر، ولكن الحمد لله الأمور طيبة، ما مات حتى شي واحد غير كلهم الله يرحمهم وصافي. حديث آخر، قامت عصابة متخفية بسرقة دراجة نارية من فئة 203، وتم إلقاء القبض على صاحبها تلك الآلة الشنيعة، ووجد بحوزته 50 دراجة أخرى من فئة 203، و20 دراجة أخرى برانية الصنع، و10 دراجات هوائية بدون محرك أي كعبية بشكليت وبسكويت واحد. وتمت مصادرة 20 كيلوغرام من لحم القطط والكلاب المسعورة في مخزون لبيع السوسيط جنب مقهى السلولو نمبر 2 المعروفة، وصراحة كنت آكل دائما من عنده وكان لذيذا. هو 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 هو. وفي الخبر الثقافي، وبعد مرور 30 عاما من العمل المتواصل والعطاء المتميز للفنان المسرحي الكبير المعروف بوالو، قامت الجمعية التذكارية بتذكر هذا الأخير لتكرمه تكريمة جيدة، حيث قامت بجمعه وطويه وإعطائه بعض الورود والشموع وصور تذكارية بعد الكلمات الجميلة في حقه، متمنية له طول العمر والصحة الجيدة. بعد أن توفي هذا الأخير وهو راجع إلى منزله مفقوسا مسكينا بهدايا وعطايا الجمعية المشكورة الكريمة التي تتذكر الفنانين بعد موتهم بيومين أو بعد أسبوعين. مرتنا ستورتي لا نيرتا منوني كارتوني لا مرتنا نونا لتنتي لغناري دي العز الغطاري ميرتون دي كاموري استون ديري لا مرتونا لا ميرتي لا ميرتي لا بيتو سارنورتي نميرو كورتا نمولا ستوريتو كارنودا. لقد تم التوصل اليوم إلى الحل السحري لجميع مشاكل الوجه، بما في ذلك البشرة الرطبة والبشرة الدسمة والبشرة الجافة والناشفة والبشرة المزخرفة والوجه المبلل والمتعدد الأوجه والذي يسمى الملتي فيزاج. والحل هو الجلوس في البيت وعدم الخروج حفاظا على ماء الوجه وماء ورد. وفي خبر آخر، صباح ليلة أمس الخميس قد تم السطو المسلح على 5000 نجار و700000 حلاق و800000 غير معروف المهنة و20 بائعة للحلوى وإسكافي واحد. لقد تم العثور على كائن غريب في نواحي الأرض سواحل المحيط عبد الهادي محيطا بحائط إسمنتي غير معروف، ولا يوجد خبر حتى الآن عن مصدر الكائن غير الموجود. وفي خبر عاجل، فازت المسرحية التي بعنوان والتمالك ليش باغي تعرف على جائزة أحسن عرض تراجيدي كوميدي بمقلب والتقلب درامي انطوائي مائي جميل. وفي الختام، وفي الآونة الأخيرة، وفي إطار الجولة الفنية التي تنظمها الجمعية الشبابية الشيبانية للمسرح والسينما، تنظم هذه الأخيرة ندوة بعنوان لا عنوان، ونرجو من المشاهدين الأوفياء الحضور إلى المسرح لدفع تكاليف ونفقات الجمعية. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخبار الرياضية، قد فازت فرقة دوار العجب على فرقة دوار شلاهبية ب6 أهداف نظيفة مقابل هدف وحيد، مما أثار غضب الجمهور الشلاهبية وضرب الحكم المسكين على ألفه الذي فر هاربا إلى دوار العجب الذي تخلى عنه وسلمه لدوار شلاهبية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن الأخبار باللغة الأمازيغية. إتمنى تسمانك ربي في اللون، إتانا المرأة تلن العلماء انفجار، إتانا العلماء الحمل المرأة كبير، إتانا تسمانا 9 أشهر، إتمنى تسمانك ربي في اللون، إتانا الراجل مسكين، إتانا 90 عام الحملة. Are you ready for the rumble? Hee-haw!
another 206 fight. All his fight defeats by knockout in the second round. In the presence of Morocco, are you ready for the rumble? Badr Hari. Zindigi parata hai. Zindigi parata hai. صراحة لابد لنا، وإن شاء الله سيكون آمالنا كبير وتوقعاتنا صغيرة وارتساماتنا متوسطة وكل شيء مربعي، يعني محوري وإنتاجات غريبة وجميلة فائقة السرعة في مجال الرياضة. فهو تحطيم أرقام قياسية صراحة في محاولات عديدة لتعليم السياقة وإلى إطارات أخرى ومحاولات تبربيسية، يعني ما يسمونه الثقافة التبربيسية، وهي محاولات ناجمة عن بعض المصادر التي لا يعلمها الكثير سوى من تخصص في هذا المجال، مجال البحث عن الآخر والبحث في الأرض يعني لا بد صراحة، لا بد. فأنا أتفق كل يعني 100% في هذا المجال باعتباري كإنسان، يعني ربما يعتبر بعض النقاد أنه في يوم من الأيام قد صار نحو فلا بد، واعتبارا لجميع التطلعات إنسان لا بد له من تحقيق ما يسمى بالإنصاف والمشادات الكلامية من الضرب وبهلوان وبعض الرياضات الأخرى التي قد تحاكم الشمع وتنمي عن تطورات، وبعض الصراعات اللغوية واللسانية وبعض النحو والصرف والضمة وكسرة وارتفاع ما يسمى الإنسان الصخري، الإنسان الصخري الحجري، الإنسان الذي قد لا يهمه سوى بعد الصيد وأكل الثعابين والذهاب إلى البحر والسباحة فوق الرمال يعني مضاربات سوقية مضاربات في بحث عن التجارة وتأهيل المستويات العميقة التي لا انحصار لها ولا تكسر إن شاء الله. فلا بد الإنسان، فكذلك قد جرت هذا وقمنا بجميع ما يمكننا قومه فعله في هذا المجال، فلا سيما بعد الأشخاص الذين قد عانوا من هذه يعني هذه الأشياء التي سبحان يعني ما لا أعرف كيف جاءت ولا كيف ذهبت، فلا بد لنا من معرفتها وانسياق لها والتمعن، كذلك لا ننسى التمعن في الأشياء وضبطها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الواقع. ولا بد لنا من معرفة، أظن أن الواقع قد يمر بنا إلى بعض الأشياء التي لا يعرفها الناس كثيرين في هذا المجال، باعتبار أن الورود والجمال الكوني والسماء والأمطار وبعض الأشياء التي قد تعبر عنها الحياة في معناها، بمعنى يعني التقليدي ليس بالمعنى التفضيلي، فالإنسان لا بد صراحة أن يعتبر نفسه كأنه من أباطرة في علوم ثقافية وإنشاء بعض الخبرات. فلا بد أن أنصح بالخبرات، الخبرات أشياء شيء مهم جدا، الخبرة ومعرفة تقلبات الأوضاع السوقية في البورصات العالمية. البورصة يعني في بعض قد يرتفع السعر وينزل إلى تحت الصفر، تحت الصفر يعني هذا شيء متوقع، دليل على ذلك بعد يعني أشياء غريبة والخروقات التي عبر عنها الجميع في هذا المجال، المجال الكيميائي والرياضات السباحية كركوب الأمواج
ركوب والأمواج، ركوب أمواج، ركوب ركوب أمواج، فهي اعتبار ضمني لخلق مسافة بين السائقين لتجنب الصدمات وبعض الحوادث التي تعتبر أشياء ليست في المستوى الطبيعي للكائنات. فكما سبق للذكر، فالكائنات يعني عبارة عن أشياء قد صبح، يعني لا أدري ما أعرف ولا أقول في هذا المجال، لأنها يعني بعض الأشياء قد تنحصر وتذهب في جو غير الجو التي قد أدت بي إلى هذه الأشياء الجميلة، و أشياء صراحة تعبر عن بعضها البعض. يعني نسطر على هذه الكلمة بكل ما من معنى من معاني تعبيرية وطبقات، منها طبقات صخرية والأرضية وبعض الطبقات التقنية. هناك طبقة تقنية لمحاولة عدم وصول الصوت إلى المتلقي، فلا بد لها من العلاج ومعالجتها ضمنيا للتأكد من الأشياء التي لا يعرفها الإنسان ولا يعرف قيمتها إلا بعد ما يكتسبها أو يفتقدها في نفس الوقت. فيعبران عن مضمون تاريخي، جغرافي، استوائي، معروف، غير معروف، منبهر بجمال ليس منبهرا به أو متمكنا منه. فلا بد خصوصا في بعض الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم، فإنسان لابد أن يكون جريئا ويجري بسرعة ويسابق الرياح ويسابق بعض الحشرات الضارة والنافعة، وعدم قتل الحشرات في الأماكن غير معروفة، فمرورا بالتحليق وضروري ولا بد منه في هذه، اعتبارا من الأيام التي خلت. فلا بد لجميع الناس في هذا العالم أن يتحابوا ويتضامنوا ويعشق بعضهم بعضا، ولا يذهبان ولا لا داعي للمحاكم ولا داعي لبعض المشاكل. الإنسان لا بد أن يكون له بعض خصائص، لأن الإنسان هو مخلوق طيب، لا بد له أن يتحاب ويتعاشر يكرس نفسه للأشياء الجميلة الفنية النافعة الغير مضرة. فلا بد له من تحقيق ما قد أراد به، والذهاب والسفر يعني عبر ما يسمى بالسفر على الرجلين أو القدمين، والذهاب فيما لا يعني أنه قد وصل ولكنه سيصل حينما يذهب. هذه معلومة معروفة، إن يصل حينما يذهب ولا يذهب حينما يصل، ربما حتى يصل معه بعض الأصدقاء لأنه قد ذهب وتركهم لحال سبيلهم من غير توصيلة بسيارة أو توصيلة بعربية أو إلى ما غير ذلك من أنواع الطائرات. يعني الإنسان لابد أن يتعايش ويعرف نفسه كيف كان، وكما لو أنه ولد من جديد بعد هذه المرحلة التاريخية التي قد نود في بعض الأحيان أن نعرف مستوياتها، مرورا من الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلسفة والفرنسية واللغة الإنجليزية وجميع أنواع الكتب والجغرافيا والتاريخ. وإنسان لا بد أن يدخل التاريخ ولا ينسى أن يخرج من الجغرافيا، فيدخل التاريخ ويخرج من الجغرافيا، يصل إلى بيته مطمئنا بسلام من غير بعض الأشخاص الذين يعترضون سبيله. فلا بد صراحة إلى هذه الأشياء التي ربما قد لا نعرفها ولكن يعرفها المختص الذين قد عاشروا وشافوا ورأوا ووضحوا وأكدوا. لا بد من التأكيد في هذه المرحلة، فلا بد من معرفة الأشياء التي ربما أنا لا أظن،
أنا لا أظن صراحة، سامحوني عذرا عذرا، أنا لا أظن ولن أظن وسيظنون من غير ظن أن الظن هو السائد، صراحة هو السائد في هذه الأوقات، كل من هب ودب يظن أنه ظن، فلا بد له من الظنون وأن يواكب أشياء غريبة ومصارعة التيران وألعاب بهلوانية قد تغير مسار وتساعد على تفعيل بعض طاقات العضلات التي باختصار عضلات تساعد على تقديم بعض الإنجازات في مجالات عدة، ألعاب كرة قدم ورياضة حصد السمك وإمساك به وأكله من دون أي شيء، يعني صراحة لا بد له من هذه الأمور. بمعرفة أخرى أو ليس ضامنا، أو قد يعرف الأشخاص الآخرون أن هذه الأشياء غير ليست معلومة بالتاريخ، فاعذروني سامحوني، يعني لا أعرف كيف أبدأ من هذه القصة التي حاورت يعني مرارا وتكرارا، أحاول أن أوضح هذه الأمور. فإنسان لا بد له معرفة وتغيير والذهاب والرجوع و إلى ما غير ذلك من الأشياء الروحانية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية. إنسان لا بد له من ذلك، وتحقيق ما لا يمكن تحقيقه في الفلسفة الاجتماعية في هذه الأيام ضروري بالنسبة للخروج الولوج إلى أقطاب وشرح بعض المفردات يعني التي قد تئن وتبكي من لدن الأشخاص الذين سبقتهم وذهبت معهم إلى التاريخ، ورجوعا بما يسمى باللغة الفينيقية واللغة الآشورية والعديد من اللغات الجميلة، صراحة جميلة لا بد له من تحقيق ذلك. فأنا أنصح جميعا أن يواظب ويتمنى لأخيه كما يتمنى لنفسه، وهكذا ينجح الجميع والكل فرحان وسعيد، والعيد جميل وسعيد بدون يعني مشاكل أو اكتئاب أو بعض الرؤيات في العوالم التاريخية التي قد تؤدي إلى استراتيجيات واضحة المعنى، صراحة واضحة ولا ضرار ولا ضرر فيها، هي واضحة وضوح الشمس. فقد أدي قد قلت ما قد لا يعرفه بعض الناس كثيرا، خصوصا في بعض الرؤى والجميع جميع صراحة في مهمة اجتماعية جميلة ممتازة جميلة وممتازة وغريبة الأطوار في محاولات عديدة لتجنب بعض أشخاص، وكذلك الرجوع الرجوع كما رجع وسنرجع، يعني الكل سيرجع إلى أماكنه غير فرحان مبسوط يعني كما جرت العادة، وسيأكل ويشرب إلى غير ذلك من الأشياء الجميلة التي يقوم بها الإنسان في حياته، بالرغم لا بد مرة تلو الأخرى للقفز ومحاولة يعني ضم جميع الأشياء وضم الأصدقاء والترحيب به، ولا بد تقديم إليهم بعض الوجبات اللذيذة، الوجبات كالحمص وبعض الأشياء، الخبز جميل لذيذ، ومحاولة الرجوع إلى ما لا يمكن الرجوع إليه صراحة. فأنا أتفق، لا بد صراحة لا بد يعني الوصول ولعب مباراة كرة قدم يعني بروح رياضية وعدم ضرب الحكام وعدم التسلط عليه، فأي قرار قد يأتي فهو صائب، والإنسان ليس يعني
لا بد له صراحة من معانقات ومباشرة الحكم والترحيب بي داخل منزله، ولو أنه قد لعب وخسر وربح وذهب معه إلى الحمام لأخذ قسط من الراحة ومساعدته في التخلص من بعض الأعباء الدنيوية. فضروري ضروري من مرافقة جميع من قد لا يؤتون بأكل، وسيتحدون صراحة، سيتحدون ويحبون بعضهم بعضا، وإلى ما غير ذلك من الأشياء التي غالبا ما تؤثر سلبا أو إيجابا على بعض الشروحات التي قدمها أساتذة في هذا المجال. فأشكر أساتذة كثيرا على تقديمهم هذه المعلومات، والعلماء جزيل الشكر لأنهم قد ساعدوا الجميع على الانضمام إلى كرة السلة وكرة الطائرة. لا بد من تعيين بعض الأشياء التي ربما قد تساعد. اعذروني، فلا بد أن تفهموا ما أقول. ولو 14% أو 15%، فلا بد من بعض التساؤلات، وأسئلتكم قد تبدو في قمة التعاطي والحب وأشياء جميلة صراحة. هذا جميل، كله جميل، والجمال فيما لا يعرف وفيما لا نهاية له قد كما تعرفون. ولا بد من بعد هكذا يعني إنسان في طور الجبال بعد نباتات الضارة والنافعة والغير نافعة والغير ضارة والمتجانسة في بامرينا، قد تعكس بعض الأشياء الجميلة صراحة. أنا تنحي الحب اللي قد عاشرتمه بين الناس، فلا بد لكم من تحقيق هذا والذهاب بعيدا ونشر بعض الأشياء الحلوة والجميلة. فلا بد لي الرجوع إلى الخلف والجلوس في مكان لائق والتحدث عن طريق اللاسلكي، وما لا بد صراحة إلى بعض الأشياء قد ظننتها تافهة تافهة، ولكن في نفس الوقت قد تعطي نوعا ما من الأشياء التي يفهمها الجميع في هذا المجال. فعذرا وسامح، يعني عذرا لا بد، وكما اعتدنا وقد اعتاد الجميع على لعب كرة الطائرة، في نفس الوقت الجري بدون حذاء للوصول إلى النهاية وأخذ ما يمكن أخذه، ولعب مباراة تحفيزية فلا بد. وصراحة قد لا يؤثر غالبا على بعض البروتوكولات وأشياء قد لا نعرفها، وربما ساعدت كثير في هذا المجال. فسلام عليكم، أودعكم الآن والذهاب إلى أقصى أو يعني ما يمكن فعله، والنوم والنوم وبعض الأشياء التي لا بد لكم صراحة. والإنسان محترم بطبعه، ومساعدة له ومنه وإليه، ولا بد. وكذلك قد لا يعرف، وإذ فهمت مني شيئا قولوا لي، لأني لم أفهم شيئا صراحة مما قلته. فقد بعد أكدوا أنه أشياء يعني أشياء جميلة صراحة، جميل جميل جدا، ممتاز ممتاز. ولا بد ولا بد، وأكيد أكيد لا بد لوجود بعض الحلول في هذه النقطة المهمة، نقطة قد ربما قد تصل إلى المبتغى، وربما قد لا تصل إلى المبتغى المطلوب منها. فنحاول إيجاد بعض الأشياء التي قد لا نراها بالعين المجردة، ولكن نراها بأعين ما يسمى
أعين غير مجردة، وخصوصا في بعض الأشياء والأمثلة الضرورية، الأمثلة ضرورية صراحة للاستفادة، استفادة ومعرفة ما قد لا يعرفه الشخص الآخر في هذا المجال. أتمنى من كل قلبي أن كلهم يلعبوا ويضحكوا ويجتهدوا في دروسه ويحقق ما لا يمكن تحقيقه، بالرغم أن البعض يقول لن يحققه، والبعض يقول ربما، والبعض يقول هذا أحمق لقد لا يعبر عن أشياء في قيمة ما لا يعبرون عنه، ولكن صدقوني لا بد، لا بد صراحة، لا بد. جميل جميل، ممتاز ممتاز، ولا بد له من تهاني ورجوعي و يعني شراء بعض المقتنيات. هي الجوع.